الجلسة اللي فاتت وايه اللي حصل، وهل في تواصل من الأسرة مع الكابتن مؤمن زكريا ولا لا؟ احنا لو نجيب الاحداث كلها من الاول، من اول ما حصلت الواقعه لحد لما تمت جلسات المحاكمه مع هيئه المحكمه المقرره، تمام، زي ما بكرر وهكرر، تمام، زيكا اللي هو متهم الرابع محمد امام، ما هو كان اللي علاقته في هذه القضيه الا واسطه خير، لانه زي ما قلنا قبل كده عالم يعرفها باهليه زوجه كابتن المؤمن زكريا، فبلغ باللي حصل. ده كل القصه بمجملها، تمام. في جلسات المحاكمة طبعا هيئة الدفاع المتهم الرابع اللي انا مكون منها قدمنا دفاعنا ورفعنا قدام هيئة المحكمة المؤقرة، اللي هي كانت ايه دفاعك عن الشغل؟ اللي كانت من ضمن الدفوع ابرزها وانا بقررها بالبنت العريض اللي منتشر على مواقع السوشيال ميديا للاسف، اللي احنا بالمعنى البلدي بناخد البيت كله في سلة واحدة. من اهم الدفوع والدوافع بتاعتنا ان انتفاء صلة المتهم الرابع بالواقع، اللي هو اصلا ما ينفعش ان انا اقول عليه متهم، مفيش وجه اتهام ان انا اتهم بيه محمد امام، تمام. لو جينا بصينا للماده 102 مقرر اللي النيابه العامه وجهتها للمتهمين في مواد الاتهام، طيب هي فين تطبيقها على المتهم؟ فبالتالي كان من ضمن الدفوع برضو اللي هو انتفاء اركان الجريمه بركنها المادي والمعنوي. فاحنا ان شاء الله واثقين في ربنا خير، وان الحكم الا لله، محمد امام ان شاء الله يعني هنسمع عنه خبر كويس. معالي المستشار، قول لنا اللي ممكن دور المتهم في القضيه او في الواقعه، دور المتهم في الواقعه ان هو راح بلغ بس، هذا كل القصه. طب هو ما كانش عارف ان السحر ده مفبرك وان كل ده يعني ساقي ورا الترند؟ بص حضرتك، هو حته مفبرك وترند والكلام دوت هو مش على علم بيها، هو راجل بيجمعه ما بين الاهليه زي ما وضحت من شويه، تمام، عشرة وصحاب وتربية والكلام ده كل مع بعض. فأنا طبيعي حضرتك لما ألاقي أي حاجة بتحصل بحكم الجيرة هكلمك هقول لك والله الموضوع فيه 1 2 3 4 وحصل 1 2. حضرتك واثق في تفاوت الحكم ما بين المتهمين؟ هو هيبقى فيه طبعا تفاوت واختلاف في الأحكام ما بين المتهمين. طيب يعني المفروض ان المتهم على عشره ومعرفه بالكابتن مؤمن، هو اكيد عارف ان الكابتن مؤمن بيسعى ورا اي. انا طبعا اول حاجه كويس ان حضرتك طرحت السؤال دوت. اول حاجه ان انا احب اوضحها، انا بشكر الكابتن مؤمن جدا جدا جدا، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عنه دايما، هو عمل اللي عليه بزياده، وبقسم الشكر للمستشار هيثم الكاوي محمد الكابتن مؤمن زكريا، لان من خلال مطالعه اوراق التحقيقات قدام النيابه العامه الكابتن مؤمن زكريا اللي هو اصلا المجنى عليه صاحب المصلحه في الدعوه الجنائيه انفى الكلام دوت، انفى حته الابتزاز وغرض التربح وغرض التشهير وغرض الكلام ده كله. معالي المستشار، اسم ممكن نقول ايهام سعيد والكابتن مجدي عبد الغني ذكر في القضيه، ايه دور كل واحد منهم في هذه الواقعه؟ الكابتن مجدي عبد الغني بعيد عن الموضوع، بعيد عن لا اسمه ذكر في الموضوع ده من ناحيه ان قيل يعني ان ان في الفيديو طلع طيب معلش هما حتى هما اللي كمان يعني هو عمل مكالمه واحده لمصطفى وبعد كده هما بداوا يتواصلوا معايا مصطفى وبعد كده بدات مرات كابتن مؤمن زكريا هما اللي بداوا يتواصلوا معايا. طب ليه حضرتك بتقول ان لو وقع حكم على موكلي يقع على مصطفى نفس الحكم؟ ان هما اللي كانوا نفس الحاجه، ان هو ده وسيط وده وسيط، ده وسيط من الطرف الاول وده وسيط من الطرف الثاني. طب مش جايز دافع الوساطه دي التربح المادي؟ مفيش، معلش هو لو يعني الكابتن مؤمن نفسه قال لك هو ما طلبش مني حاجه، والكابتن مؤمن ساعه العرض عليه قال لك ده قريبي وملوش دعوه بحد. قال لك ده قريبي وملوش دعوه بحاجه. ما ذكرش في الاتهام، والمصدر اللي عمله الكابتن مؤمن ما ذكرش فيه المتهم الرابع خالص. معالي المستشار، ممكن حضرتك تكشف لنا الكابتن مؤمن قال ايه عن المتهم الرابع نصر وموضوع في حياه النيابه؟ بالظبط زي ما بقول لك كده، هو ذكر المتهمين كلهم، تمام، و ما ذكرش المتهم الرابع بحاجه نهائي. هل الضحايا معلش كان معاه عدد من الاشخاص تم تصوير حسب هنا دفاع المدعي بالحق المدني بالنسبه لمؤمن زكريا، تم تصوير الكابتن خلسة، الموضوع ده هل المتهم الرابع كان متورط فيه ولا لا؟ ولا لي اي علاقه، هو كل اللي حصل ان هو اتصل لا اكتر ولا اقل، هو اتصل، وبالتالي الكابتن مؤمن زكريا جه في تحقيقات النيابه العامه انفع على المتهم الرابع
ارتكاب الواقع او محاوله ابتزاز او تشهير. طيب قال لا ده زيكا اللي هو محمد امام المتهم الرابع ما طلبش مني حاجه ولا اتخذني ولا اي حاجه ده هو بقى لك. طيب لكن لما نيجي النهارده نلاقي ان النيابه العامه عدلت الكود والوصف من جرائم ابتزاز وجرائم نصب عدلتها الجرائم الماده 102 من قانون العقوبات مقرر اللي بتتكلم عن التشهير او اذاعه او اذاعه سوري اذاعه اخبار كاذبه. طب فين الاخبار الكاذبه اللي هو زعها؟ هو ما زعش حاجه اصلا. بلغ الاسره بس؟ هو بلغ هو كان. طب هنا معالي المستشار دلوقتي تفاصيل القضيتين اللي هو الابتزاز ونشر اخبار كاذبه؟ لا هما اللي بيعاقبوا عليه دلوقتي وفق نص الماده 102 مقرر اللي هو اذاعه اخبار كاذبه اللي هو اصلا المتهم الرابع ما عملهاش. ما فيش توافر وما فيش تناسق ان هو عمل الموضوع ده. ايه العقوبه اللي بيقرها المشرع في جريمه نشر اخبار كاذبه؟ الحبس والغرامه بس. احنا ان شاء الله يعني مشيئه ربنا وواثقين في عداله القضاء المصري تمام ان ربنا يكرم ويعني مش هيكون في عقوبه ان شاء الله. الحبس من كام لكام نشر اخبار كاذبه؟ عقوبه الحبس عموما خلينا نتكلم ان انا اقول لك الطبيعه دي ده على حسب ما قد الموضوع اللي بتصدق للدعوه الجنائيه لكن هناك عقوبه حبس بتبدا من 24 ساعه لثلاث ساعات. هل في اي ممكن نقول اخر الوصايا اللي وصاها اسره المتهم الرابع لحضرتك قبل ممكن قدومك للمحكمه يعني؟ طبعا هم اسره المتهم الرابع ربنا يكون في عونهم الضغط اللي حصل من واقعه القبض على المتهم الرابع لحد تداول جلسات الدعوه الجنائيه قدام هيئه المحكمه الموقره. احنا كطمأنينه طمأناهم على ملابسات القضيه واتجاهات السر بتاعها والدفاع يعني حتى هو المتهم الجلسه اللي فاتت ارتاح نفسيا حته نفسيا ديت كان عامل كبير جدا لما شاف المرافعه قدام عينيه. خلينا اكمل لحضرتك من لقائنا الماضي قلت لنا ان المتهم الرابع مرتاح ماديا ومش محتاج ان هو يبتز حد او يتحصل على اموال من كابتن المتهم مهدي. المتهم الرابع بالفعل باكد على كلام حضرتك هو مش محتاج لكل ده لان المتهم الرابع ده راجل موظف حكومه في هيئه بريديه محترمه. فانا دلوقتي اعمل ايه كده؟ فين غرض الربح؟ وبعدين لو انا فعلا غرضي كده وهفترض ان انا عملت كده طيب ما تمش ضبط سمه مبالغ ماليه بخصوص هذا الموضوع. فهو مش محتاج ان هو يوصل لترند زي ما اتذكر قبل كده او محتاج ان هو يتحصل على مبالغ ماليه او محتاج ان هو يبتز او او او. كمان حضرتك قلت ان مؤمن زكريا قال في التحقيقات ان هو ما ابتزوش او ان هو طلب فلوس. بالظبط لذلك انا بشكر الكابتن مؤمن زكريا جدا ومحاميه الاستاذ هيثم الفاعل. لو كانوا سعوا شويه في موضوع السحر ودون تقديم بلاغات وتكذيب السحر ده مش جايز كان بعد كده هيتم الابتزاز؟ هقول لحضرتك على حاجه هو القانون ما بيعاقبش على النيه. القانون بيعاقب على الفعل لو صدق. معلش مش هبقى انا مثلا نيتي ان انا دلوقتي اسيء ليكي بعمل فتيجي تقولي لي انت متهم ان انت اسأت ليا او قلت لفظ خارج ليا طالما ان اللفظ ده ما صدرش ان القانون ما بيعاقبش على فعل انا ما عملتهوش. هو احنا برضو ما نعرفش نيه العمل تبعينا كلام متابعه بكبير ميديا بكل مكان ده طبعا كتقاويل دفاع المتهم الرابع المشهور بزيكا محمد امام. طبعا اتكلمنا معاه عن اخر وصايا اللي قالتها له طبعا اهل المتهم قبل قدومه الى محكمه جنوب القاهره. طبعا ده كان لقائنا معاه قبل اصدار الحكم بعد قليل باذن الله ومتابعين معكم.